على تمام 9 صباحا فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لناخبي لاختيار مجلس جديد لبلدية زوارة. 14 مركزا انتخابي، 10 منها في زوارة المدينة، 2 في الفرع البلدي أبي كماش، بعدد 7294 ناخبا مسجلا في منظومة الناخبين، فيما كان عدد القوائم 8 بمجموع 106 مرشح. العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعي وسلس، فيما أكد مدير مديرية الأمن الوطني ببلدية زوارة اللواء صلاح دهان أن العناصر الأمنية جاهزة قبل 15 يوما من الانتخابات وأن الأوضاع تسير بشكل ممتاز. الرقعة الجغرافية طبعا كما تعلمون متسعة، بلدية زوارة ومدينة زوارة والفرع البلدي بكماش ومحطة أو مركز انتخابي في منفذ رأس الجزير باعتباره أحد الفروع البلدية أو الفروع التي تتبع مديرية أمن زوارة. تم التواصل مع مدير أمن منفذ رأس الجزير وقدم كافة التسهيلات. الأمور إلى الآن حقيقة تسير بشكل ممتاز جدا من الناحية الأمنية، لم تسجل أي خروقات أمنية. الإقبال على العملية الانتخابية متوسط حتى منتصف اليوم، ولكن في أغلب الانتخابات البلدية التي جرت يزداد عدد الناخبين المشاركين قبل إغلاق المراكز بساعات رغم كثافة حملات التوعية التي جرت قبل انطلاق الانتخابات. اليوم في مدرسة توسنا ببلدية زوارة نشارك في العملية الانتخابية لاختيار المجلس البلدي الجديد لبلدية زوارة. طبعا العملية الانتخابية يعني تأتي في ظروف جيدة في نطاق البلدية بالكامل، سواء كان في زوارة أو بكماش أو راس جدير. كل أهالي المدينة تقريبا اليوم مخصص وقتهم أن هم يختاروا المجلس الجديد اللي إن شاء الله يكون يعني يخدم هالبلاد ويخدم المنطقة بصفة عامة. واحنا كمجلس طبعا بلدي اللي موجود حاليا حنقوم بعملية تسليم والاستلام خلال الأيام بعد إعلان النتائج النهائية، وحنكون داعمين بكل تأكيد لكل ما هو يخدم هذه المدينة بإذن الله تعالى. إذن يوم انتخابي ببلدية زوارة يستمر حتى نهاية اليوم لاختيار مجلس جديد يقود المدينة. تبدأ عملية الفرز الأولية بها بعد إغلاق المراكز مباشرة، فيما سيعلن عن النتائج الأولية بحسب مستشار اللجنة المركزية يوم الأحد. لقناة ليبيا الأحرار راضي غواز، زوارة.